ابوك مش ممكن هيوافق. والله بقى عليكي تقنعيه. تصبحي على خير. وانت من اهله. منك لله يا اسام، منك لله. طيب وانا ذنبي ايه؟ انا قدمت خدمه لسمير وهيأت ليه فرصه عمر، يتصرف هو بقى. هو حر بقى مع امه وابوه. الفلوس هي فؤاد. كام دول يا سعاد؟ 15,000 جنيه. انا عارف انت دفعت الحنفي 25,000، بس انا قلت يعني نخصم قيمه الكمبيالات اللي انا كنت واخدها على الوالد الله يرحمه، هما 10,000 جنيه مش كده يا راجل؟ ده انت حافظهم اكتر من اسمك. لا لا، انا دلوقتي مفيش في بالي غير حاجه واحده يا باشمهندس، عمليه الكلى اللي هعملها دي. لا اطمن يا عمر، الطب الايام دي تقدم قوي، وعملية زرع الكلى مأمونة جدا. إن شاء الله ربنا ياخد بيدك وتقوم لنا بالسلامة. أقوم أنا بقى يا سعاد. وإحنا لسه قعدنا فؤاد؟ لا زمان شهيرة أختك رجعت هي وحسين، أشوف عملوا إيه في الشقة عشان نخلص بقى. أنا بالمناسبة يا خالي أنا متشكر جدا على كل اللي عملته علشاني وعلشان نوال. على إيه بس يا أسامة؟ ده واجب يا ابني. إزاي بقى؟ دي الشقة بقت تفرح، ربنا يخليك لينا يا فؤاد. أيوه، نوال وأسامة من ناحية وشهيرة أختك وحسين من ناحية تانية لغاية ما تخلصوا عليا. صباح الخير. أهلا يا حسين. صباح النور. مبدر قوي يعني، تقعد. لا معلش، أصل أنا هعدي على شهيرة عشان نكمل بقية الحاجات اللي بنشتريها. ما كفاية بقى يا حسين. بيني وبينك أنا خلاص استويت يا بكاش. امال راحوا فين العشر تلاف جنيه اللي خدتهم مني؟ لا لا، ما خلاص ما فاضلش منهم غير شوية قروش. طب وبقية الحاجات؟ بقية الحاجات بقى البركة في شهيرة. سلام. سلام. الحمد لله على السلامة يا شوشو. الله يسلمك. زي ما يكون كنا مسافرين. افتكر بقى دلوقتي ما فاضلش حاجة. لا الحمد لله كل حاجة خلصت، بس انت تروح البيت تستنى الحاجات لحسن العمال ييجوا ما يلاقوش حد. ماشي، انا هروح واستناهم. اطمني. سلام عليكم. مع السلامة يا شوشو. ألف سلامة يا شوشو. سعاد ايه ده كله؟ عشان ما تحتاجش اي هدوم وانت في المستشفى ان شاء الله. الواحد كل ما يسمع كلمة المستشفى دي قلبه يطب. خليها على الله يا عمر. ونعم بالله. بس هو حنفي مش كان مفروض يعمل العملية الاول؟ انا فهمت من نوال ان انت وحنفي هتخش المستشفى في يوم واحد. ايه مالك؟ ابدا، بدع الحنفي بطولة العمر. صباح الخير يا استاذ حنفي. صباح النور يا رتيبة.
انا جيت عشان اديكي فلوسي الجامعيه، تهيألي ده اخر قسط. ومستعجل على ايه يا اخوي؟ ما لسه بدري على اول الشهر، محدش يضمن ان موت من الحياه. الف بعد الشر عليك. كله على الله. خش خش اما اعمل لك كوبايه شاي. صباح الخير. صباح النور. مبروك عليك المعهد يا روي. ميرسي يا بابا. عاوزك بقى تنجحي بتقدير كويس طول مدة الدراسة، ها؟ عشان يعينوكي معيدة ان شاء الله. مش قوي كده يا بابا، بس انا ان شاء الله ناوية اذاكر من اول يوم في السنة، مش بس عشان التقدير، علشان انا بحب التصوير وعايز اعرف كل حاجة عنه. على فكرة انا هصور لك فرحك انت واسامة ان شاء الله. يبقى عليه العوض في الفيلم. ما تزعليش يا روي، ابقي صوري فرح عمتك. فرح ايه؟ مفيش فرح ولا حاجة. يعني ايه؟ هيتجوزوا كده سكتي؟ والله دي رغبة حسين وشهيرة، هما اتفقوا على كده. بعد كتب الكتاب هيسافروا للخارج ويقضوا شهر العسل هناك. يبقى على كده بقى عمته سعاد مش هتحضر الفرح، لان جوزها هيدخل المستشفى يعمل عملية الكلى. ما تحاولوا تأجلوا كتب الكتاب أسبوع. مش ممكن، ده ميعاد اتحدد خلاص من زمان. ومع ذلك ما اعتقدش أبدا إنه سعاد هتزعل، أكيد هتقدر الظروف. الحمد لله. اوعي تعملي زي عمتي انت كمان. لا ده انا بقى يا حبيبتي هعمل فرح ما حصلش، بس برضو مش هخليك تصوريه. انا شايفه انها فرصه عشان نصفي الموقف بينك وبين حسام. احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير يا كوثر، وانا على موقفي ما اتغيرتش. يعني ايه؟ مش هتروح لعمر في المستشفى؟ وما اروحش ليه؟ انا هروح زي اي زائر بيزور المرضى في المستشفى، ولا ياك اخوكي مانع الزياره كمان. سلام. مع السلامه. انا مش فاهمه اخره اللي عندي ده ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فؤاد، اتفضل. طيب بقى عن اذنكم. لا استنى يا سمير، احضرنا. طب يا سمير روح قول لزينب يجيب شاي بسرعه وتعالى. حاضر. ايه الخطوه العزيزه دي يا باشمهندس؟ من غير عتاب يا عباس، انا جاي اخلص شغل ومش فاضي. ايه الكلام اللي منشور في الجرايد ده بخصوص ايه؟ عمل اعلان تبيع نصيبك في ارض النعام. ايه مش من حقي؟ من حقك طبعا، زي ما من حقك تلغي التوكيل. دي حاجه ما تزعلكش يا فؤاد. انا مش زعلان عشان الغاء التوكيل، لا بالعكس، دي مسؤوليه وخلصت منها. انا زعلان عشان الطريقه اللي بقينا بنتكلم بيها مع بعض. ايه ايه يا عباس، بقينا بنتكلم خلاص عن طريق المحضرين والاعلانات الرسميه؟ ده اجراء قانوني يا فؤاد، وانا كان لازم اعمل كده عشان اقدر ابيع حصتي في ارض النعام. حصتك مشاع يا عباس. وماله؟ ما انا هبيعها مشاع برضه. ما تقدرش الا بموافقتي. ليه؟ هو انت واصي عليا؟ من غير زعل ولا انفعال، ما حدش يقدر يشتري الارض دي منك، لاني اولى بيها بالشفعه. واسال ابنك الاستاذ المحامي. احنا ما يهمناش مين اللي يشتري، يهمنا السعر اللي هتتباع بيه الارض. لا يا استاذ، الاهم من كده مساحه الارض اللي هتتباع. انت بعت لي قبل كده 5 قراريط. ايوه عارف. يبقى باقي لك 7 قراريط من اجمالي نصيبك في الميراث ل 12 ايراد. ازاي؟ انا حصتي في الارض دي 16 ايراد. لا يا عباس، ده لو اخوك عبد الستار مش هيدخل في الميراث. عمي عبد الستار ملوش حاجه في الورث، دي عقود مسجله في الشهر العقاري، وانا هبيع على اساس العقود دي. تبقى ما انتش دريان باللي هيعمله اخوك عبد الستار. اخوك عبد الستار ممكن يلغي العقود اللي مضاها والدك الله يرحمه. يلغيها ازاي؟ انا مصمم على السير في الاجراءات لغايه النهايه يا استاذ. ما هو انت بقى المحامي وكل حاجه في ايديك. صلحي ايه يا استاذ؟ هو يعني عشان اخويا يقوم ياكل حقي؟ طيب حاضر، انا هعمل معاه محاوله اخيره وهقول لك بكل اللي هيتم. وهو كذلك.
وادي صور التقارير الطبية اللي كانت عندي، اقراها وقول لي رأيك يا أستاذ. طيب الدكتور حسام مرضيش يدي التقارير دي لعبد الستار، خلاص هجيبها منين؟ ما نقدرش نعتمد على حاجة مش مضمونة يا عباس. مش جاهز حسام ينتهز فرصة انه زعلان مني عشان فلوس الجمارك ويديهم لعبد الستار. معنى كده ان جدي كان مريض مرض الموت؟ ايوه. ايه رأيك بقى في الموضوع ده يا أستاذ؟ بتتكلم يا سمير. بصراحة في احتمال كبير قوي ان عمي عبد الستار يكسب القضية ويبطل العقود. معقولة؟ وانت كنت عارف الموضوع ده فؤاد؟ ولا كان على بالي. الصور دي كانت محفوظة عندي زي اي اوراق عادية. سيبنا بقى من اخوك عبد الستار، بيننا وبينه المحكمة. المهم دلوقتي مساحة الارض اللي هتبيعها يا عباس. انت ما تقدرش تبيع غير المساحة اللي انت متأكد انها تدخل في نصيبك الشرعي، على اعتبار ان عبد الستار داخل في الميراث. وكده تبقى المساحة نقصت. خلاص يبقوا 7 قراريط زي ما قلت لك قبل كده. شيل منهم المرافق والشوارع يرسوا على 5 قراريط، وانا مستعد اشتريهم. وماله بابا؟ حضرتك بيع لعمي ال5 قراريط دلوقتي، ولو عم عبد الستار خسر القضية ماله الباقي؟ هتشتري بكام يا فؤاد؟ 35,000 جنيه للقراط. ازاي؟ انا معروض عليا في القراط 50,000 جنيه، قلت ايه؟ وانا موافق، بس خد بالك ان هخصم 150,000 جنيه اللي انت سبق خدتهم قبل كده. اخصمهم؟ اخصمهم ليه؟ وانت تاخدهم ليه؟ هما من حقك. انا اديتهم لك ايامها على اساس انك اخويا وبساعدك، انما حس ان احنا بقينا اغراب يبقى نتحاسب محاسبة الاغراب. الفلوس دي اتسرقت يا عمي. انا ماليش دعوة، ابوك خد الشيكات وصرفها من البنك. ايه اللي حصل بعد كده مانيش مسؤول. يعني المبلغ هيصرف على 100,000 جنيه؟ لا، في لسه شوية مصاريف تانية، الكمبيالات اللي كانت على والدك الله يرحمه، وتكاليف دراسة الجدوى للمشروع الاسكاني، وشوية مصاريف صغيرة مسبوتة في الكشف ده. فضل راجع يا استاذ. انا ما كنتش فاهم انك هتحاسبني على كل مليم اديتهولي. وانا ما كنتش فاهم انك هتعاملني زي الاغراب. كده يبقى اللي فاضل 80,000 جنيه، وهو ده المبلغ اللي هدفعه. شاور والدك وبلغوني. شفت الكشف اللي كاتبه عمي ده يا بابا؟ ثابت فيه كل مليم دفعهولي. يا بابا مالك؟ انت تعبان قوي، اجيب لك دكتور؟ لا يا سمير، روحني البيت يا ابني. منه لله فؤاد ابن رشيدة. هو عايز اكتر من اللي عنده ايه؟ عايز ينهب؟ ده عنده ملايين متلتله، جاي على الغلبان ومستقوي ليه؟ هو هيعمل بيهم ايه؟ هياخدهم معاه القرافه؟ مش كده يا ماما، اهدي شويه. اهدى ايه؟ انت ما سمعتش الدكتور قال ايه؟ جاب له العيا المستعجل اله ينكد عليه. انا ما كنتش مصدق اللي انا بسمعه. مش ممكن يكون ده فؤاد ابدا. يا ما حذرتك منه، ما كنتش بتسمع كلامي، ما كنتش مصدقني. فضل سايب لك الحبل على الغارب. خد يا عباس اصرف يا عبس، وكله بالشيكات عشان يبقى ثابت عليك، والاخر لف الحبل حوالين رقبتك عشان يشنقك. كفايه بقى يا روحيه، كفايه. انا اللي فيا مكفيني. والله لو كلناها بملح ما هنمدله ايدنا ابدا. واوعى تبيع له الارض بالسعر اللي هو عايزه. اذا كان هو اولى ياخدها بقى بالمحكمه. خلاص يا ماما، سيبيني بقى انا اتصرف. انا هتصرف معاه بالطريقه القانونيه. واطمني، لا يمكن هنفرط في شبر واحد من الارض اللي حسب ما احنا عايزين. بعد اذنكم هنزل اجيب الدواء. مع السلامه يا ابني. نكد علينا، اله ينكد عليه. انا مش فاهم ايه اللي غير فؤاد بالشكل ده. لا لسه حامد ما وصلش.
كده؟ طيب اول ما يوصل بالفلوس كل شيء هيتنفس. بكره ان شاء الله. مع السلامه. سلام يا معلم. عليكم السلام. ايه اتاخرت كده ليه؟ تاخير بالفايده. الفلوس اهي. علاوتك تقرب اسمها باب الشقه عشان نشوف شغلنا كويس. خليها بالليل يا معلم. بالليل يا حامد، الليل مش بتاعنا. يلا يا شهيره. الجمال ده كله. ما بلاش مجاملة بقى يا فؤاد. مبروك يا شهيرة، ربنا يتمم بخير. الله يبارك فيك. عقبال البنات يا رب. يلا يلا، حسين مستني تحت في العربية. مش كنا رحنا معاهم يا ماما؟ مفيش ستات بتروح كتب الكتاب في الجامع. ما البشمهندسة حلمية رايحة معاهم. البشمهندسة حلمية هتوصلهم المطار وترجع بعربية حسين. أيوة يا خالد. سيادتك خلصت مرور؟ لا أنا لسه في مكاني قدام البيت. لسه جمعة ما خرجش. يعني سيادتك مش جاي دلوقتي؟ لا أنا قدامي شوية كده. هبقى أتصل بيك بعدين. مع السلامة. وقعد خارج من باب العمارة يا فندم. لازم تبع جمعة. انا شفت الجدع ده قبل كده. خليك انت هنا معاك سلاحك. ايوه يا فندم. يا استاذ. يا اخ. صباح الخير. صباح النور. انا رئيس المباحث. اهلا وسهلا. اي خدمة بيه؟ امال فين جمعة؟ جمعة مين؟ صاحبك اللي كنت ماشي معاه اول امبارح على كوبري اكتوبر. على كوبري اكتوبر. جمعة شنواني. ايه ما تعرفوش؟ ما اعرفوش ازاي بيه، ده مستاجر عندي. مستاجر؟ ايوه بيه. ما هو المكتب والشقة اللي هو قاعد فيها ما اجرهم مني مفروش. ده الرخصة باسمي. يعني اصحاب؟ لا مش اصحاب قوي، ولكن انا بعض احيان بطلب منه خدمات بيعملها لي، يشتري لي عربية، يجيب لي عمال. اصل هو خدوم قوي يا بيه. انت تعرفه من زمان؟ من ساعه ما اجر من الشقه. يعني من ساعه ما خرج من السجن. ايه هو كان مسكونه دي؟ ايه ما تعرفش تاجر شقتك لواحد ما تعرفش عنه حاجه خالص؟ هعرف منين يا بيه؟ هو انا كنت حناسبه ولا كنت حناسبه اسعدت بيه؟ انا راجل مش فاضي، عندي اشغال. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل تاجر جمله، تاجر فاكهه بالجمله. معاك بطاقه؟ طبعا يا بيه. مرين فضل. حامد محمد الفرنواني، تاجر فاكهه بالجمله. طيب يا حامد، بتعالى لي بكره اسم الدقي عشان تاخد البطاقه بتاعتك. يعني معنى كده بان انا همشي بغير بطاقه؟ ما تخافش يا حامد، مش هيجرى لك حاجه. المطب اللي انا وقعت نفسي فيه ده. الو اتنين، الرئاسة تنادي. الو رئاسة، اسمعك بوضوح. ايوه يا خالد، اكتب بيانات البطاقة دي عندك. حامد محمد الفرنواني. الفرنواني؟ ايوه الفرنواني. تاريخ ميلاده 18 مايو 53. عنوانه 19 شارع المنصور محمد بالدق. رقم البطاقة 25512 قصر النيل. لا هي صدر من قصر النيل مش من عندنا. على ما خلص مرور يا خالد تكون رجعت من الملفات وتشوف الجدع ده ليه حاجه عندنا ولا لا، وعايزك تاكد لي من بيانات البطاقه وعنوان سكنه كويس. تحت امرك يا فندم. شكرا يا خالد، مع السلامه. الراجل ده مش ساكت ابدا يا معلم، مش هيسيبنا في حالنا ابدا. ده بيفحر ورانا في كل حته. تتصور ان هو كان ماشي ورانا يوم ما كنا ماشيين على كوبري اكتوبر؟ اوعى يكون قطرنا لحد هنا. عيب يا معلم، انا سبتهم ومشيت شويه وبعدين خدت تاكسي لفيت بيه كام لفه كده وبعدين جيت هنا حسب الميعاد.
لكن قول لي يا معلم، انت هتمشي ازاي والبضاعه معاك؟ البضاعه مش معايا. ازاي؟ ما انت ساعه ما نزلت من عندي من المكتب قلت ابص عليك من الشباك يمكن يكون حد مراقبك ولا حاجه، بصيت لقيت عربيه المباحث واقفه. يا صحيح ملاكي بس انا عارفها كويس قوي. رحت مرجع البضاعه في المخزن السري في المكتب وقلت بناقص المره دي. ياه ده ستر ربنا يا معلم. اعمل معروف بقى، ابعدني انا عن الشغلانه دي. الله جراب انا هتتهرب من اول دقه يا معلم. انا طوعتك في عمليه الخشب بتاعه ارض النعام عشان خاطرك وخاطر الفنجان، ومره وعدت ومحدش كشف، لكن حكايه المخدرات دي اعفين انا منها. وانت تشيل حاجه الكلب ولا تشيل؟ والكلب اشجع منك. العمليه مش عمليه شجاعه يا معلم، العمليه فيها تأبيده. يا جدع ما تبقاش جبان. هو كيس واحد اللي فاضل للمعلم ابو خاطر، نسلمه له ونقبض رجال حلوين ونبطل اللعبه دي. يلا بينا. ايه اللي جابك هنا؟ ايه؟ مش عايزه تشوفيني خلاص؟ بطل حركات الكلام ده دي بقى يا استاذ. ترانك يا سنة، هو ده الحب والعهد اللي بينا؟ قول لنفسك، وبعدين خلاص زمن الكلام الفارغ ده انتهى. سونيا انا جالي عقد عمل في الخارج، انا مستعد نتجوز ونسافر سوا. اسفه يا مستر، انا هسافر مع جوزي الاستاذ جمعه. جمعه؟ جمعه مين؟ جمعه الشنواني، صاحب مكتب مقاولات في عمارة بركات اللي جنبنا هنا. عمارة بركات؟ سمير انت بتعمل ايه هنا؟ انا بسالك نفس السؤال. انا شفتك دخلت العماره دي من شويه ومعرفش رحت فين، فضلت مستنيك. كنت فين بقى؟ انا كنت عند الدكتور الجوهري. الجوهري ده فين ده؟ هي اليافطه بتاعته هنا. اصل كنت بجيب التحاليل بتاعت ماما، اصلها تعبت قوي بعد ما عرفت اللي حصل بيني وبين جوزي. لا سلامتها. الله يسلمك. عن اذنك يا سمير. انت سامعني يا سمير؟ يعني كنت عندي وما قابلتك وقلت لي اني بتجيب التحاليل من عند الدكتور، التحاليل بتاعت مامتك. ايوه كنت عندي. انت مالكش اي حق عندي. يعني كنت بتخدعيني يا سونيا؟ اوعى سيب ايدي واحترم نفسك. ولا حاجة. دي سونيا وصل البن. ايوه هي. مين اللي معاها ده؟ ده الولد من المعلم عباس، انا عارفه. ازاي تكلمي واحد ثاني واحنا كنا متعرفين على الجواز؟ يا سونيا الاستاذ ده بيعاكسني. بيعاكسك؟ مش هيقدر يلعب في حاجه صاحب ست محترم والشارع. نور من هنا. انت مالك انت؟ دي خطيبتي بنتكلم مع بعض. خطيبتك؟ انا خطيبتك يا كذاب. ده كذاب يا جمعه. الجمعه؟ اه جمعه مش عاجبك؟ كمان عليك عايز تتربى. امسك يا حامد. تعالى يا ريت. اه سونيا بصراحه لسه ما جاتش يا باشمهندس. ما جاتش ازاي؟ الساعه بقت 10. انت مديها اذن ولا حاجه؟ لا ابدا. طيب لما تيجي خليها تجيني على طول. حاضر يا فندم. البنت دي عمرها ما اتاخرت عن شغلها. ازاي اتاخرت النهارده وهي هتفضل للشغل ولا للعريس؟ كنت عايزه تتجوزي الهرفوت اللي اسمه سمير ده. خلاص بقى يا جمعه، ما كل حاجه راحت لحالها. بس انت ما كانش مفروض تضربه الضرب المبرح ده. وده اسمه ضرب؟ المره دي طلبنا له الاسعاف، المره الجايه بقى هطلب له الحنوتي. يلا حامد. يا لهوي، ايه اللي عمل فيك كده يا سمير؟ لا ماما حاجه بسيطه. ايه اتخانقت ولا عربيه ضربتك؟ لا بس اصلي وقعت من الاتوبيس. اسم الله عليك، هجيب لك كوبايه ليمون. طيب يا سونيا. اصل انا رحت المانيال عشان اقابل الاستاذ عمر، بس لقيت البوتيك قافل والمواصلات اخرتني. كنت عاوزه ايه من الاستاذ عمر؟ اصل ماما عايزه تشتري البوتيك بتاعه. ماما؟ وهي ماما هتقدر تدفع 30,000 جنيه؟ لا بس جمعه هو اللي هيدفع. جمعه؟ انت برضو لسه مصممه تتجوزيه؟ وهنفذ اوامر حضرتك، ويوم ما اتجوزه هقدم استقالتي. طب اتفضلي روحي شغلك. بعد اذنك.
البنت دي ملهاش قعد هنا خالص. فعلا كان لازم تترفد من زمان. اتعلمت تكذب يا سمير؟ ايه اللي يوديك لسونيا دي؟ كانت محاولة اخيرة معاها. لعبت بيك زي كل مرة وفضلت عليك مجرم وسوابق. جمعة مجرم وسوابق؟ وكان مع عمك عبد الستار في زنزانة واحدة وكل العيلة عارفة كده. انت اللي مش داري بروحك وسونيا واكل عقلك. خلاص سونيا خرجت من حياتي وانتهينا. ما كمل اول يا استاذ، لازم تتبهدل البهدلة دي عشان تبعد عنها. قوم قوم اجري غير هدومك دي المبهدلة. لا انا رايح الاسم ابلغ. تبلغ تبلغ ده ايه؟ هو انت قد جمعة؟ وخلاص اللي حصل حصل، مالكش دعوة بيه. لا اذا كان هو بقى عمل بطل قدام سونيا وضربني وعورني، انا بقى لازم اربيه وافرجه عليه وهو في السجن تاني. تعال هنا. طب حتى خد ابوك معاك، ما تروحش لوحدك. طيب يا مام. طيب ان شاء الله. سلام عليكم. استر يا رب يا رب تستر. استر يا اللي بتستر. يا استاذ سمير، في المحضر اللي عملته هنا في النبطشية بتقول ان جمعة هو اللي ضربك بس، والجدع التاني ما اشتركش في الضرب. ايوه فندم، كان بيحوش بس وحاول يبعد جمعة عني. ده بيه ده بهدله، ده راجل مجرم واخدها عافية، وسيادتك عارفه كويس. طبعا عارفه. وانت ما كنتش تعرفه يا استاذ سمير؟ اول مرة اشوفه فندم. وما تعرفش الجدع اللي كان معاه؟ لا انا بقى عارفه. الجدع ده اسمه حامد وصاحب جمعة الشنواني، ومدام صاحبه يبقى من عينته. امتى بيوم شارع باي؟ امال فين عرب؟ وصل مشوار وزمانه جاي، احنا في الخدمة. اتفضل يا بيه. يبقى هو هو يا فتحي بيه. هو مين واحنا في الخناقة واللي اسمه حامد ده بيحوش؟ شفت ايده عليها وشم سابع ماسك سيف، وفي صباعه الصغير خاتم بفسر رمادي فرعون. يعني ايه؟ فاكر حضرتك سرقة اخشاب ارض النعام؟ ايوه. الراجل اللي قدم لنا الشاي اللي كان فيه المخدر يبقى حامد. حامد؟ ليه الكلام اللي انت بتقوله ده يا سمير؟ انا افتكرت دلوقتي كل حاجة، هي نفس الايد ونفس الخاتم اللي شفته في ايد الراجل اللي قدم لنا الشاي. يا استاذ سمير على مهلك شويه، ده اتهام خطير ومش عايزك تتصرف. يا فتحي بيه انا متاكد من كلامي جدا. ده صوره المحضر بتاع سرقه خشب ارض النعام، والمحقق بيسالك يعني لو اتعرض عليك الجرسون ممكن تتعرف عليه؟ انت جاوبت وقلت لا لاني ما خدتش بالي من وشه. فعلا يا فندم الكلام ده صحيح، انا ما خدتش بالي من وشه، لكن شفت ايده اليمين وهي عليها الوشم وفيها الخاتم لما قدم لي كوبايه الشاي. الله، يبقى عصابه بقى، حامد وجمعه وعبد الستار، وسرقه الخشب وشنطه الفلوس ما خرجتش من ايديهم. يا اخ عباس مش عايزين نتسرع دلوقتي. يا فندم بعد اذنك، انا عايز اعيد فتح المحضر واتهمه رسمي. لا على مهلك يا استاذ سمير، انت دلوقتي عملت محضر ضرب عادي جدا، بس في نفس الوقت قلت لي على ادله خطيره جدا، لو ثبتت هيبقى في امل كبير قوي في القبض على الجنان. بس انا عايزك تبعد خالص عن الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني تسيب لنا الموضوع ده واحنا نعالجه، بدل ما تكشف اللي عرفته وتخسر الدنيا. وهنسيب حامد ده؟ ما تقلقش يا اخ عباس، عندنا كل بياناته. المهم يا فندم ان سيادتك تكون مقتنع بالكلام اللي انا قلته، والاهم من ده انك تنفذ اللي قلتلك عليه. انت تخرج من هنا عادي جدا وملكش دعوة باي حد فيهم. انت مالك بس بيهم يا جمعة؟ مال ازاي؟ واحد بيعجز خطيب ده تسيبه؟ ده لولا حامد حجز بينا كنت طلعت روح. يعني هي دي جدعانة يا معلم؟ انت مش هين عليك تقعد برا السجن شوية ولا ايه؟ الله، ما ممكن خناقة هايفة زي دي تكسر له فيها ضلع ولا تفتح له دماغه تودي نفسك في داهية في خناقة هايفة؟ ما جراش حاجة يا فنجاري، ده كل الموضوع الواد سمير خد له علقه عشان يتقدم. والله انتوا الاثنين اللي عايزين تفوقوا، المفروض انك في الزقازيق دلوقتي يا حامد. ايه اللي معادك عند جمعه؟ كنا عايزين نسلم كيس البضاعه التاني لابو خطوه، لكن الظروف بقى عكستنا يا جمعه. انا سبق وقلت لك ان رئيس المباحث ده مفتح قوي وعينه عليك ومش هيسيبك في حالك.
ولا دي يعني حاجه جديده علينا؟ يا ملفت حوالينا دبابير واحنا بنخف. ولو يا جمعه، بس خليك مفتح واحتاط لنفسك. رئيس المباحث ده مش زي اي واحد، ده جزرني هنا وحذرني، وانتوا بسلامتكم جايين لي برضو هنا. خايف على روحك عم سطر؟ انا خايف علينا كلنا يا جمعة. احنا دلوقتي زي الازاز، اي خطة هنروح فيها كلنا. لازم تريح شوية يا جمعة. طب والبضاعة بتاعت المعلم ابو خطوة تسلمها له امتى؟ معلش تستنى شوية، مش هجرالها اي حاجة. لما فوق من اللي انا فيه هبوضب لك كل حاجة ورستقلك الامور. طمنيني يا سلوى، ايه الاخبار؟ خير ان شاء الله يا مدام سعيد، خير. انا ما عادش فيا اعصاب خلاص. يا ماما اهدي بقى شويه. اهدى ايه يا اسامه، هي عمليه سهله. يا سعاد فاتت كتير، خير ان شاء الله. نوال الف مبروك يا عمته، العمليه نجحت الحمد لله. طيب اقدر اشوف عمر؟ 10 دقايق بس وبعدين تشوفيه في اوضته. وحنفي؟ حنفي في اوضته من بدري وكويس قوي، على اذنكم. طيب اتفضل انت بقى يا خالي، ما تعطلش نفسك. ربنا يطمنكم عليه. مساء الخير يا حلمك. اهلا يا فؤاد. كده برضو 3 ايام ما شوفكش فيهم؟ ما انت عارفه الظروف بقى يا حلميه. اهي الظروف دي بقى بتيجي على دماغي. الاول كنت بشوفك في الشركه الصبح، دلوقتي لا صبح ولا بعد الظهر كمان. هانت كلها على اخر الاسبوع، والاتنين يخرجوا من المستشفى، عمر وحنفي. حسين ما اتكلمش؟ اتكلم مره واحده وكانت معاه شهير. لا في الحقيقه الباشمهندس لسه ما وصلش. نقوله مين سيادتك؟ حاضر، اول ما يجي حبلقه. مع السلامة. صباح الخير. اهلا يا استاذ عبد الحميد. عبد الحميد؟ عبد الحميد ده ايه؟ بلاش الحركات دي معايا، انا اسمي الاستاذ عبد الستار. وقعد جوه؟ لا هو مش موجود في المستشفى، اصل الاستاذ عمر بيعمل عمليه نقل الكليه. يعني هيتاخر؟ لا عقبال ما تشرب القهوه يكون وصل. اتفضل. حضرتك قهوتك ايه؟ قهوه على الريحه يا رجب. حاضر يا فندم. ولو ان حقنا نشرب شربات يا عروسه. قريب قوي ان شاء الله. بس اللي انا بستغرب له، ازاي انت توافقي على جوازك من جمعة؟ وماله جمعة؟ عشان كان في السجن؟ طب وايه يعني؟ هو اللي دخل السجن مفروض يعني ان حياته تنتهي؟ مش من حقه انه يتجوز ويخلف ويعيش؟ ولا انت ايه رأيك؟ لا طبعا طبعا كلامك مظبوط ولك حق، بس يعني ازاي تفضلي جمعة على سمير ابن اخويا؟ لان جمعة هيقدر يفتح بيت، انما سمير ما يقدرش حتى يفتح ازازة خل. لا حلوة دي. وانت سمير ما بتشوفوش خالص؟ لا طبعا، اهو بيطاردني في كل حتة، لغاية ما في الاخر جمعة شافه واداله حتة علقة. ايه وجراله حاجة؟ مش عارفة. ياريت يا استاذ عبد الستار تبقى تطمن على حالته. لا 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 لا، انت قلبك عليه ولا ايه؟ انا؟ لا ابدا، انا قلبي على جمعة. بص يا فندم، استاذ عبد الستار موجود هنا يا فندم. خليه يتفضل. حاضر. اتفضل يا استاذ عبد فين الاستاذ عبد الستار؟ دخل جوه عند الباشمهندس. ادخله القهوه جوه؟ لا لا لا، اللمبه الحمراء ولعت. ربنا يستر.
انا مرضتش اجي لك الفيلا احسن اسبب لك احراج بينك وبين كوثر وتبقى حكايه من غير ما تضيع وقتي. قول لي انت عاوز ايه. اللي انا عايزه ممكن حضرتك تخلصه في دقيقتين اتنين، وانا جاي لك بالمعروف عشان كل واحد ياخد حقه ويا دار ما داخلك شر. انت اللي بتجري ورا الشر، الشر بقى ملازمك زي خيالك. بقول لك ايه، انا مش جاي هنا عشان تديني محاضره في الاخلاق الحميده ولا عشان اعرف باللي حصل، انا جاي اتكلم في اللي هيحصل. وبدل ما نخش في اشكالات، الطيب والمعروف احسن. نعم. بلغني انك خلاص بعت ارض النعام وهتبني عليها مدينة سكنية اليومين دول. وانت مالك ومال ارض النعام؟ مالي ومالها ازاي؟ الارض دي مش ليا انا فيها؟ لا، مالكش فيها ولا عرض. الارض دي ملكي وملك اخواتك بعقود مسجلة في الشهر العقاري. دي عقود بطلة وزي قلتها، وانت عارف كده كويس. واكيد سألت المحامي بتاعك ولا سألت الاستاذ حسين المحامي جوز اختك. ابونا الله يرحمه كتب العقود دي وهو في مرض الموت. مين اللي قالك الكلام ده؟ الاوراق دي، دي صور من التقارير الطبية اللي بتثبت ان ابونا كان في مرض الموت. لا خليها معاك، انا عندي منها صور كتيرة. جبت الصور دي ازاي؟ مش مهم جبتها ازاي، المهم انا ليا 12 ايراد في ارض النعام ورث الشرعي والقانوني. يا تديني ارضي يا تديني تمنها. انت جاي تهددني يا عبد الستار؟ سيبك من الكلام ده بقى، انا ليا ورث الشرعي والقانوني. يا تديني ارضي بالمعروف يا بيني وبينك المحاكم. عملها اخوك حسام وسلم صور التقارير الطبية لعبد الستار؟ ده اللي كنت عاوزاني اتصالح معاه؟ استنى بس يا فؤاد، عرفت منين ان حسام هو اللي سلم التقارير دي؟ هي دي عاوزه نباها. الصور دي موجود منها نسختين بس، نسخه عند اخوكي في مكتبه ونسخه عندي هنا. يبقى عبد الستار جابها منين؟ طيب انت سالت حسام؟ اساله؟ ده انا هخليه يدفع ثمن الغلطه دي طول عمره. انا هحاربه في كل مكان بيشتغل فيه، هبلغ نقابة الأطباء إنه بيفشي أسرار المهنة. مش كده يا فؤاد، حسام لا يمكن يتصرف بالطريقة دي أبدا. أنت لسه هتدافع عنه يا هانم؟ آه طبعا، ما أنتوا من عجينة واحدة، كل همكم الاستغلال وبس. كفاية غلط بقى، هو إحنا إيه؟ عشتنا بقت كلها خناق في خناق في خناق. لا، أنا ما بقتش قادر أستحمل، مش قادر على كده أبدا، وهسيب لك البيت. أنت حرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامتك يا ماما. بسرعة يا راوي، اسندي معايا نوديها المستشفى. يا رب جيب العوائب سليمة يا رب. ألف حمد لله على السلامة يا عم. الله يسلمك، أنا متشكر أوي. مع السلامة يا عمتي. الله يسلمك. أكلمك أول ما أوصل بيتك. دكتورة نوال، عندي تليفون لحضرتك. ألو، رتيبة، خير، في حاجة؟ ماما، أنت بتكلمي منين؟ طيب، أنا رايحة لها حالا. إيه في إيه يا نوال؟ ماما وقعت على سلم الفيلا وبابا نقلها مستشفى العجوزة. طب ما جابهاش هنا ليه؟ ما حضرتك عارف ليه؟ عن إذنك بقى أنا رايحة لها. دكتور ممكن اشوف حنفي؟ بس تعالي معايا اكتب لك تقرير عن حالته ويفضل وياكي. ليه حضرتك مش هتمضي على خروج النهارده ليه؟ لا هو هيخرج، بس التقرير ده علشان خاطر ياخد بقيه فلوسه. ما هو خد فلوسه. خدها؟ ايوه، فؤاد بيه اداله الفلوس كلها مره واحده. كويس.
حضرتك من ساعتها ما قعدتش. هي فين الراحه دي بس؟ يسيبونا كل الوقت ده ما حدش يقول لنا حاجه. امال اختك نوال بتعمل ايه بس؟ ما نوال جوه معاها. نوال مامتك ازيها دلوقتي؟ بخير. انا عايزه ادخل لها شويه كده بس تستريح وبعدين تدخلوا لها. هي وقعت ازاي يا بابا؟ انا شعرفني، انا داخل للدكتور. انت مش كنتي موجوده يا راويه؟ انا سمعتهم بيتخانقوا مع بعض، وبعدين ماما خرجت من اوضه النوم وهي متنرفزه واتكعبلت وهي نازله. اتخانقوا تاني؟ الحمد لله انها جت على قد كده. الواحد كانه اتولد من جديد يا سعاد. الحمد لله ربنا خد بيدك ورجعت لبيتك ومطرحك. كرم من عند ربنا سبحانه. امال اسامه فين؟ بيكلم في تليفون. انا مش عايزه يشغل روحه، عايزه يلتفت لشغله. احنا عايزين نفتح السوبر ماركت اول الشهر ان شاء الله. ان شاء الله. وادي الدواء اهو، وانا بقى اللي هديك الحقن بنفسي. ايه يا اسامه، كلمت نوال؟ كلمتها، قالت لي ان مرات خالي فؤاد نقلوها مستشفى العجوزه. سلامتك يا كوثر. مش كده يا ماما، ريحي نفسك شويه. قعدتي في راحه. وانا داخل ايه بس؟ مش انت اللي قعدت تزعق وتسمعني كلام زي السم؟ خلتني خرجت من الاوضه شايفه قدامي. ادي النتيجه. ما تضايقيش روحك يا ماما، ان شاء الله كلها النهارده وترجع البيت. لا مش راجع البيت. يعني ايه؟ يعني خلاص مش قادره، مش قادرة أعيش في النكد ده اللي كنت عايشة فيه ليل ونهار. كل يوم خناق، مفيش ليلة بتغير منك كده. عشان ايه ده كله؟ مش وقت الحساب يا كوثر. أنا هخرج من هنا على بيت أخويا. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ قطعا أنت مش في وعيك. لا ده أنا فقت يا فؤاد، فقت وما عنديش أي استعداد أستحمل اللي كنت مستحملاه. بطلي تخريف بقى. مش كده يا بابا، انتوا هتتخانقوا هنا كمان. انا الحق عليا اللي قاعد وسايب شغلي. بابا انت رايح فين؟ اوعي سيبيني. سيبيه يا نوال، سيبيه. بابا خلاص ما بقاش باقي عليا. ما تقوليش كده يا بابا، بابا طول عمره بيحبك وبيحبنا كلنا. حضرتك بس اللي متضايقه من اللي حصل. ما تزعلش نفسك يا فؤاد، انا اعصابي تعبانه قوي. ايه رايك لو نسافر يومين نغير جو شويه؟ يا ريت، بس انا شايفه ان الظروف مش مناسبه. يعني على الاقل نستنى لما كوثر تطلع من المستشفى وترجع للبيت. ما قلت لك ان كوثر مش عاوزه ترجع البيت. بصراحه انت اللي غلطان. غلطان في ايه؟ يعني خدت الموقف بعنف قوي، وده لا يمكن يخدم مصلحتنا احنا الاثنين. يعني يعني لازم تعيش حياتك مع كوثر والبنات في هدوء من غير لا مشاكل ولا خلافات، لان ده هيعكنن على كل اللي حواليك واولهم انا. وانت مالك انت يا حلميه؟ مالي ازاي؟ تفتكر هكون مبسوطه يعني وانا شايفاك بالشكل ده؟ ولا هفرح لما كوثر تتطلق؟ طبعا لا. صحيح انا زي اي زوجه في الدنيا بتتمنى ان جوزها يكون ليها لوحدها، لكن في ظروفي انا وضع مختلف. ازاي بقى؟ انا رضيت بجوازنا على وضعك العائلي ده، يبقى لازم تستمر عادي جدا في حياتك مع مراتك وبناتك. كوثر كل همها مصلحتها هي وحسابك. حاولت تجوز رويا لابنه والجوازه ما تمتش، وحاولت تخليني اتحمل فلوس الجمارك بتاعته وانا رفضت. وماله، مش اخوها الوحيد ولازم ترضيه برضو. ايوه بس ده بيستغلني. وليه تسميه استغلال؟ ليه ما تقولش ان ده اخو مراتك وفي شده ولجأ لك تساعده بدل الغريب؟ ثم ايه يعني 15000 جنيه بالنسبه لك يا فؤاد؟ وعلى رأي كوثر، ما انت بتدفع الالاف لاخواتك، تيجي على اخوها وتحاسبه على كل مليم؟ ايوه، لان حسام بتصرف تصرفات غلط. بصراحه لا يا فؤاد، مهما عمل حسام مش هيكون بيعمل زي عباس اخوك. على الاقل ما بيكلمكش عن طريق المحضرين والانذارات. انا مش بدافع عن حسام، بس انا عايزاك تعيش حياتك في هدوء، وبدل ما تدور على اسباب القطيعه والمشاكل دور ازاي تكسب حسام وكوثر في صفك. انت بتقولي كلام غريب قوي.
انت اللي كلامك خوفني وشغلني. خوفك ليه؟ هو حسين مش اخويا زي حسام ما هو اخو كوثر، يعني ممكن تقول علينا احنا كمان بنستغلك. ايه الكلام ده يا حلميه؟ انت ليكي وضع تاني خالص. نفس الوضع يا فؤاد، واكيد حكون نفس النتيجه والافكار اللي عندك. لا لا، الوضع مختلف، على الاقل بينا وبين بعض ما باستغلال. لكن كوثر، انا سعيده قوي بالكلام اللي انت بتقوله ده، بس ما تنساش لازم تسيس كوثر بروح طيبه، على الاقل علشان احنا نعيش حياتنا في هدوء ونرتاح. اعمل لها ايه بس؟ تروح تصالحها.